بتاعك، وده رزق، رزق ربنا بيديله لعباده. اما تستثمر الرزق ده فتستر بنفسك، اما ان انت تكون انسان دايما بتكشف نفسك، فاللي حواليك دايما بص لك البصه اللي هو ايه، اللي هو انسان شكاي بكاي، انسان بيتكلم كتير، انسان ما عندوش استقلاليه من نفسه، انسان وما تفكرش في الاخر ان حد هيجي يطبطب عليك ويديك، مش بيطبطبهم، بالعكس هم تلاقيهم بيتا بعدهم، اصل انت خلاص ما عدتش بقى مصدر القوه بتاعهم، فهتلاقيهم اللي هم ايه بدات حته اللي هي تقل شويه في المعاملات. فطبعا الستر رزق، رزق بيديهولنا كلنا، ربنا بيديهولنا كلنا، في ناس بتستثمره وفي ناس ما بتستثمرهوش. الرزق ده هو احلى رزق في الدنيا، الستر. فربنا يستركم ويسترنا يا رب العالمين جميعا. في رساله بتقول انا بابا متوفي وحلمت انه بيقول لي انه جعان، اعطيته طبق بسبوسه وقال لي انا عطشان، ان هو جعان. فده بيدل والله اعلم على ان هو بيوصيكم على بعضكم صلة الارحام. الجوع هو العطش، هو الاهتمام، هو الاكل، هي الحياة. فهو بيقول لك انا جعان، هو بيوصيكم ببعض، بيقول لكم فين صلة الارحام بتاعتكم النهارده، اكتر الاحلام صلة الارحام. وهو عطشان، عطشان ان انتوا طول ما انتوا متفرقين مع بعض ما فيش رحمه بتوصلوا ليه، لان كل واحد مشغول بالتاني، ازاي يعرف ياكل في التاني، ازاي يعرف يكون احسن من التاني. نسيتوا الاب، نسيتوا الام اللي هم الميتين، اللي هم اصلا كانوا في يوم من الايام الرباط بتاعكم. طب هم ماتوا فخلاص ما فيش حد فيكم فاكره. هو بيقول لكم انا عطشان، يعني محتاج رحمه منكم، ادعوا لي بالرحمه. طب معلش والله يا بابا، بس احنا كنا اصل انا مخاصمه اختي النهارده فمش فاضيه، فانا بحاول اعمل حاجات احلى منها اعاندها وببين لها ان انا جوزت احلى من جوزتها، ففي انشغاله، الانشغاله دي من الشيطان. هو بيوصيكم على حالكم ونفسكم في نفس الوقت، بيقول لكم لو انتوا في رباط زي الاول هتفتكروني. فهو عايز يكون في رباط بينكم وبين بعضكم عشان الرحمه. انت تفكري اختك بباباكي، انت فاكره بابا ده كان بيعمل كذا وكذا، طب انت فاكره الحاج كان بيعمل كذا وكذا، ايا إن كان انتوا بتتكلموا ازاي. لكن هي ديت طبعا ده ارض الواقع، اللي هو المواضيع اللي بتحصل لنا كلنا، فربنا يستحلنا الحياة يا رب العالمين. في رساله بتقول رايت الشمس والقمر جنب بعض منورين، والناس تقول كويس الضوء الشمس ما غطاش على القمر، ولا انا بيدل على صحه كويسه لاحد الاشخاص كبار في السن عندكم في البيت. كان في حد عندكم في البيت دخل في مرحله مرض، فالحمد لله رب العالمين ربنا عافاه، هو يعتبر الكبير بتاع العيله، مش كبير البيت بس، العيله باكملها. وكويس ان هو ما غطاش على القمر وكلام من ده، فبيدل على ان وجوده عامل لكم قوه في وسط المكان او في وسط البلد اللي انتم فيه. فربنا يصلح لكم الحال يا رب العالمين. والقوي هو الله، وكل انسان لشخصيته ولطبيعته في الحياه، وكل انسان ممكن يكون لنفسه قوه مع نفسه طالما ماشي بما يرضي الله، فربنا يصلح الحال يا رب العالمين. مروه بتقول حلمت اني ماسكه حمامه جميله في ايدي، وايدي التانيه حمامتين صغيرين. الحمامه الجميله هو بيدل على الشاب الطيب، والحمامتين الصغيرين بيدل على الذريه الطيبه. فانت ربنا يكرمك بحد كويس، لكن هيجيلك عن طريق خبر، عن طريق حد يقول لك فلان الفلاني عايز يتقدمك، ايه رايك؟ فانت هتقولي الحمد لله رب العالمين انا موافقه، وفعلا هتكون زيجه طيبه. وفي حمامتين صغيرين اللي هم بيدل على الاولاد، ان ربنا يكرمك بالخلفه ان شاء الله منه. رسالة تانية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. منار بتقول اختي حلمت ان انا بقول كلمة اه في الاحلام بصوت عالي جدا وجنبي طفل وفي جمل. ان ما حد يجي في الاحلام بتاعته ان هو يتنهد بصوت عالي او يقول كلمة اه بصوت عالي وهو نايم، او يتوجع من اي حاجة وهو نايم. في ناس بتقول ان هو ده كابوس فلازم يفوق منه، ماشي هو كابوس، ولكن في مشكلة نفسية، الانسان ده بيعاني من مشكلة نفسية. بمعنى ان في عندي جمل، الجمل جنب جنب النايم وبيتوجع او بيقول اي حاجه، فهو بيدل على جن، هو الجن بيعمل عمل له مس، فالمس ممكن يكون عمل له وجع في اي عضو من اعضاء جسمه، فالوجع ده بيجي له على هيئه اختناق، او بيجي له على هيئه ان في بيحس بحاجات متلخبطه كتيره جدا. المس ده هل ان هو بيفضل معاه طول اليوم او كده وكلام من ده؟ عندي حاجه من الاثنين ومهمه جدا، لما انسان يحس بخنقه مره واحده، لو ما رجعش ربنا وصلى بسرعه ركعتين واستغفر ربنا، المس ده بيكون موجود معاه على طول، اصل انت فتحت له الباب. طيب هاخد فاصل سريع جدا وهرجع لكم تاني ان شاء الله، عشان احنا بنتكلم في الرؤيه دي مهمه جدا، عشان بعض الناس يفهموا ايه هو المس وازاي انه ممكن يتوقف وازاي انه ممكن يكمل. فاصل وهرجع لكم تاني ان شاء الله، انتظروني. اهلا بيكم بعد الفاصل، رجعت لكم مره تانية علشان نشوف بقيت احلامنا ورؤيانا. وبنوه يا جماعه ان شاء الله بامر الله مواعيدنا الجديده من الحد الى الخميس من الساعه نقول 10:30 لحد 12، عشان يبقى في وقت ان شاء الله كبير بامر الله. انتظروني في الميعاد من 10:30 ل 12 ان شاء الله. طبعا غيرنا المواعيد عشان طبعا دي رغبتكم، فبنحاول ان احنا
نوفر لكم الشيء الطيب اللي دايما بيسعدكم ان شاء الله. انا معايا اتصال. طيب السلام عليكم. سهير. عليكم السلام، ازيك؟ ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله. ازيك يا سهير، كل سنة وانت طيبة. طيب معلش يا سهير، كفاية ان انا سمعت صوتك، هترجعي لي تاني ان شاء الله. هرجع للرؤية اللي هي بتاعت المس ديت علشان بس تكون الامور واضحة معانا شوية. يبقى احنا قلنا ان ممكن الانسان يتمس في اي وقت من الاوقات، ليل نهار في اي وقت. اما الانسان يحس ان عنده نفور ما، او يحس ان هو حصل له موقف ما، او مره واحده حس يعني جسمه فيه تنميل او اي حاجه، على طول يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويروح يصلي ركعتين استغفار على طول، ويستغفر ربنا ويخرج صدقه على قد ما بيقدر. انا مش بقول صدقه ان انت تروح تطلع يعني المرتب بتاعك وكل كلام من ده، لو هطلع جنيه، لو انت بتشتري سندوتش هتشتري سندوتش كمان وتطلعه، دي كلها صدقات طيبه. لو شويه ميه العصفوره لاي حيوان دي صدقه برضو. ما تسيبش المواضيع وتقول ايه ده اللي حصل لي وترجع تاني تكمل، وممكن ما تصليش، وممكن انت كده المس يبقى خلاص سابق. المس ده بيعمل عطلات كتيره جدا في حياتنا. ليه بقى؟ لان هو خلاص هو عدو لينا. العدو عايز يعمل لك ايه؟ عايز يعطل لك حياتك، يدخلك في كرب، يدخلك في ضيق، يدخلك في عدم استقرار في شغلك، في حياتك، مع مراتك، مع دنيتك. يبقى احنا عندنا الحلول بتاعتنا الطيبه القران الكريم، الرجوع لربنا بسرعه، الاستغفار الدايم في لساننا. احنا في ايام مفترجه محتاجين جدا 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 القرب من ربنا، محتاجين نصفي النيه. احنا مشكلتنا النيه بتاعتنا هي اللي بتبوظ لنا حياتنا كلها. النيه بتاعتنا محتاجه ان هي تصفى تبقى كويسه شويه. اللي عايز يعمل حاجه يعملها لربنا زي ما انا قلت في المره اللي فاتت. اللي ناوي ان هو يصالح فلان مش يقول ايه انا هصالحه بس عشان احنا في رمضان، طب وبعد رمضان هديله على دماغه. لا، نويت خلاص عشان ربنا يتقبلها منك وتكون في ميزان حسناتك، نويت ان انا اكلم فلان او ان انا اعمل حاجه طيبه عشان فلان هعملها لربنا، وكمان عشان بعز فلان. مش عايزه اعملها ما اعملهاش، لانها هتبقى باينه، هتبقى جايه مني بتكلف، ومش الشخص اللي قدامي هيحسها. فاحنا كلنا بنحس، لكن احنا بنكبر دماغنا، احنا بنحس ببعضنا قوي لكن احنا بنكبر دماغنا. يعني اللي عايز ما يفهمش حد ما بيفهمهوش، اللي عايز يفهم حد بيفهمه بيطلعه غلطان. فاحنا عندنا شويه مشاكل نفسيه شويه، فربنا يصلح حالنا يا رب العالمين. وزي ما انا قلت لكم المس، وقلت لكم ان هو بيجي ازاي. في بعض الناس وبعض الشخصيات بتكون اتعالجت من مشكله ما، لكن النتيجه ما ظهرتش في النتيجه اللي هم مستنيينها. لا، احنا مش عايزين النتيجه اللي انتم مستنيينها، احنا عايزين ان انتم الاعراض اللي كانت بتحصل في الجسم او في الحاله النفسيه تكون على الاقل انتهت. لكن حته مثلا ايه، ان واحده ما كانتش بتطيق حماتها. طيب هاخد ام عمرو. سلام عليكم يا ام عمرو. عليك السلام. دي حضرتك زمان ام عمرو حبيبتي، اهلا بيكي، نورتيني. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه يا حبيبتي، اهلا بيكي يا ام عمرو. بس احلى حاجه كده ان انت حضرنا كل يوم. ما ان شاء الله هيبقى من الساعه 10 الصبح يا ام عمرو، من الحد للخميس ان شاء الله، ويا رب بعد كده تيجي لنا بالليل بقى ان شاء الله. يا رب ان شاء الله في رمضان يا ام عمرو، ان شاء الله حبيبتي وامر الله. ان شاء الله. ان شاء الله. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي. بس حسين عندي رؤيتين. اتفضلي. شفت زي ما يكون انا في البيت وجوزي جه، فجه في المطبخ بيديني المصروف. فبعد كده فانا اداني الفلوس، ولقيت قبل ما يديني يا رب الفلوس لقيته بيكلم بنتي الصغيره واخد منها مدينه المفاتيح بتاعت الشقه. تمام. فانا بقول اديته الميداليه ليه؟ انا كنت في اوضه ثانيه. فبقيت هتجنن ازاي اديته الميداليه، وكنت بقول كده هتفتح هيفتح الاوضه. يعني هي اديته الميداليه؟ اخدها منها. ماشي. فبعد كده فانا بقول ازاي اديته مدينه المفاتيح من ورايا. فقلت لا لا لا، الحمد لله انا فعلا حتى السرير بتاعه في الحقيقه انا شايلاه من الاوضه. قلت كده الحمد لله مش هلاقي اي حاجه في الاوضه. لقيته طالعه من الاوضه وجه المطبخ اداني المصروف ومشي. فلقيت بنتي دخلت الاوضه قالت لي خد يا ماما اهي مدينه المفاتيح اهي اديتها لي تاني. فقلت لها ايه الحمد لله، لقيت فيها المدينه بتاعت الطبله القديمه كمان مفتاحها موجود. بعد كده عشان انا بنسى جامد بصراحه لسه ليها ده. وبعد كده والله قلت لها انا نسيت، انا بنسى الاحلام ترى وحشه. طب معلش عشان دماغك مشغوله قوي. بس 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 انا هقول لك على اللي انت قلتيهم دولت حاجه كويسه جدا. هو ان شاء الله بامر الله الاول في تواصل علشان خاطر العيال ومسؤوليه العيال والمصاريف، في تواصل. لكن حته الميداليه ان هو ياخدها بعد كده يرجع تاني الميداليه اللي هي البنت تقول لا او كلام من ده، وخد يا ماما الميداليه وكلام من ده، فهو بيدل على عدم التواجد مستمر معاك في شقتك. لكن هو في حوار هيحصل بحته المصاريف، ان في المصاريف عيالك، الدنيا متلخبطه والحكايه والرواية كلام من ده.
طب ما انت معاك فلوس. طيب ان شاء الله، طب انا هحدد مبلغ كذا كذا، وانت هترتاحي لاي جنيه انت هتاخديه منه. بس على فكره انا الموضوع اللي قلت لك عليه انا عملتها خلاص، اترفعت. رفعتي ايه؟ القضيه اللي قلت لك عليها. الراجل هيتطلق. طب خلاص يتطلق، هو اصلا متعب. بصي، هو الاول كل شيء اسمه نصيب الاول، لكن على كل الحاجات اللي كانت الرؤى والاحلام والمشاكل اللي حصلت لك ديت والطريقه اللي هو ماشي بيها وحته شيخ وماشي مش عارفه ايه، لا طبعا يعني كان الانفصال افضل واحسن واريح للطرفين، وحته ان هو ما بيعدلش، يعني حته عدم العدل ما بينه وما بين الاولى، الانفصال طبعا ارحم ليكي انت خاصه. لكن فكره دكتوره انا افتكرت انت بتكلميني، بقيت الرؤيه شفت بعديها زي ما اكون في بيتنا القديم، ولقيت في شجره هي عندنا كانت في ظهر بيتنا بتنزل بلح. فالمهم انا اخدت ابني يوسف معايا وواقفين تحت الشجره، فبقول له بص بص يا عم الشجره عماله تنزل بلح احمر. فعماله تقع علينا، فقلت له بص السنه دي بلح مرمله لازم يكون عليها رمله كده بسيطه زي ما يكون قرف. قال لي لا لا انا ما لازم اغسلها. فلقيت شنطه سودا جنبنا، فالشنطه السودا دي قلت دي فيها متفجرات، فجريت على بيتنا القديم تاني، فبقول لهم حد يجي يشوف الشنطه دي فيها ايه. تمام. فلقيت نفسي راجعه، ففي جارنا اسمه احمد ده متوفي. فلقيته قدامي كيس مليانه جواسه جامد، جواسه ياما. فاحمد عمال ياخد من الجواسه وقال لي انت كمان خذي. بس الجواسيه كانت زي ما اكون مشتريه من بره، زي ما فيها جذورها باينه، بيكون فيها نشفان شويه. تمام. بس ده انا فكريه. هو بصي، في حاجه صغيره عامه وحاجه خاصه. الحاجه الخاصه بتاعتك ان هي بيدل ان شاء الله بامر الله في توافر في المال هيكون معاكي. في توافر في المال ان شاء الله بامر الله هيكون معاكي. فابشري. اما موضوع اللي هو كلمه المتفجرات وحاجات من دي، فهو بيدل على استغلال نفوس مريضه ضعيفه، استغلالها لبعض التخريبات. خاصة ان هم عايزين الناس تكون ملهية في حاجة، فيعملوا حاجة فالدنيا تانت كده، فاهمة؟ فربنا يستر ويسلم يا رب العالمين، خاصة عندكم. طب مش ما ينفعش توضح شوية؟ اقول اوضح شوية، اقول ايه؟ طب قولي وانا اقول ايه؟ اقول ايه؟ يعني عايزة اقول ان انتوا عندكم هيحصل بعض التفجيرات، ربنا يا رب العالمين ما يكتبها ابدا يا رب، مستخدم فيها شباب صغير. عشان البلح المتغطي بالرمل، وانت بتقولي الشنطه وابنك في سن صغير وهو اللي كان موجود متواجد معاكي، تمام؟ فده بيدل على اشاره ان في بعض الحاجات اللي هتحصل، ربنا يا رب ما يحصل فيها اي اذى يا رب العالمين، ويمكن انت بتقوليها عشان احنا صايمين، فنقول يا رب ان ربنا يا رب يرفع هذا البلاء عن الكل يا رب العالمين. انا برضه امبارح شفت انها موجوده في الشارع، ولقيت شفت ناس طريقه مش كانت ظلمه قوي، بس كان شفت قنبله بعينيا في الارض، فانا بقول ايه دي قنبله، ومشيت بعيد عنها. فبعد ما روحت قلت يا ريتني كنت بلغت ان في قنبله في المكان ده. هو انت ايه ده، حلم ولا ايه؟ حلم؟ ايوه امبارح شفته. وشفت فعلا لما كنت حصل تفجير، فانا بقيت زعلانه قوي، يقول يا ريتني كنت بلغت. بصي يا ام عمرو، انت بتتكلمي على واقع، هو مش محتاج يتفسر انا ولا هو حلم يعني ولا رؤيه، هو ده واقع. انت بتحكي عن واقع بيحصل والله اعلم باللي جاي ايه، لكن احنا كنا اللي عايزين نقوله ربما تكون رؤيه زي دي او حلم وصلك، عشان احنا ندعي من دلوقتي، فنقول يا رب سلمها على خير يا رب العالمين. لكن يبقى في حذر، انك انت لو شفتي حاجه، شفتي شنطه، شفتي كده كده، بلغي وتبقي بعيده عنها. وكلنا برضه اللي نعمل نفس الحركه، نشوف اي حاجه شكلها غريب ما نروحش نجري عليها. فهي شويه زعزعه، يعني شويه ناس عايزه تعمل شويه زعزعه، عدم استقرار بس لبعض المناطق معينه. فربنا يسلم يا رب العالمين يا ام عمرو. طب معلش يعني مغير تاني، قولي. حلم شفت زي ما اكون في البيت، بس كان قبل الحلم الاولاني من 4 ايام كده او اسبوع. شفت زي ما اكون في حته قدامي والحته دي عليها بورد، فانا اختي واقفه، فانا بقول لها انا فعلا في الحقيقه بخاف من البورد قوي. فبقول لها انا شفت البورد، انا خايفه منه قوي. فراحت ماسكه، والحته كان عباره عن اتقلبت فجاه بقت حته ثلج. فمسكت المكنسه ضربت البورد، فانا بقول لها بصي بصي يكون واقع تحت فيه ميت عايش ولا ميت، بس ده اللي انا فاكراه برضه. حلمك شبيه بحلم واحده كانت بتقوله، لان البورصه على الحيطه وبص بص وانت بتخافي منه وتحول لتلج، بتقولي تحول لتلج؟ لا، الحيطه اللي وقف عليها تلج، قلت لها يمكن يموت من الحيطه اللي عليها التلج. طبعا بظهور لاختي بالمكنسه. هو بصي، هو بيدل على امر هيحصل لك فيه شويه قلق نفسي،
حد يكون سبب في ان يعمل لك شويه قلق نفسي. البورصه على الحيطه فهو بيدل على الزوج والزوجه في المكان الموجود، خاصه ان الحيطه اتحولت تلج، فمعناتها ان واحد هيبرأ نفسه من امر ما انت هتكوني مصابه فيه، فهو هيبرأ نفسه. يعني هيقول لك هو انت كنت شاكه فيا ان انا اللي كنت عامل لك الحاجه كذا كذا، لا انت انسانه بتكذبي، وانت انسانه وانت انسانه. هو هيوجه لك رساله بالشكل ده، يعني انت ربنا يا رب العالمين يحفيكي من ايا كان ايه النوع اللي انت ممكن تكوني مصابه بيه دلوقتي او 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 مرتب ليكي، ربنا يا رب يعني يبوظ اي حاجه حد بيرتبها لك يا رب العالمين. لكن واضح ان ربما ان تكون في ترتيب ليكي، فالترتيب ده بعد ما بيظهر عليكي فانت هتقولي انا عارفه مين اللي عامل لي كده كذا كذا، فهو يقول لك لا ما حصلش، ويفضل ان هو يبرر في نفسه كلام من ده، بس وقع على الحيطه فهو معناته ان ربنا يوريكي في ايه، لان ربما يكون بيأذيك وبيأذي غيرك، والله اعلم. فربنا يصلح لك الحال يا ام عمرو يا رب العالمين، وما تقلقيش وما تخافيش، الرؤيه او الحلم دي بتبقى رساله، خديها واعرفيها وتوجهي لله على طول. هاخد معايا ام احمد. سلام عليكم يا ام احمد. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام احمد؟ الله يخليكي يا حبيبتي. اتفضلي. كنت عايزه افسر حلم. قولي اتفضلي يا حبيبتي. انا حلمت بنت اختي لابسه روب اسود. تمام. وبتقدم لخالها يحيى حاجه ساقعه، ومعها اخوها جنبيها بيضحك. تمام. بس طب دي مناسبة جميلة إن شاء الله. خير يا رب إن شاء دي الله. دي مناسبة جميلة، ربنا يجعلها أيام مفترجة عليكم يا رب. يا رب. وبرضه حلمت، معلش، حلم صغير تاني. اتفضلي. معايا أخويا يعني سايب مراته. تمام. ماشي. هو خلف، يعني هو خلف بعد 28 سنة، فمراته بعد ما حملت يعني وكده فاتمردت عليه جامد قوي، يعني بعد 28 سنة وعايزة إيه تتحكم فيه، فهم يعني بما يرضي الله انفصلوا بما يرضي الله يعني. تمام. بس هي ايه حرمته من بنته يعني وكده. فحلم حلم ان هو حلم مراته ان هي قاعده في سوق وبترضع ناس غريبه وبنتها جنبيهم مش بترضعها، فهو اخدها وشالها ومشي بيها بعيد عن امها، مشي بيها وكان فيه زي حاجات في وشها كده، فبقي يشيلها يعني يشيل الحاجات زي مشابك وحاجات في وش بنته، بيشيلها ويرميها وخد بنته ومشي. هي هما سايبين بعض من امتى؟ من حوالي سنتين كده. هي اتجوزت؟ لا، ما سمعش ان في حد بيتقدم لها؟ لا ما اعرفش يعني، مش ما نعرفش الموضوع والله. بصي، قاعده في السوق وعماله بترضع وكده وكلام من ده، فواحده ابتدت ان هي تختار او 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 تنظر لشخصيه اكتر من واحد. يعني ابتدى ان هو ده يجي فتقول لا، فتبص على ده فتشوف ده يطلع فيه عيب، فتبص على غيره كلام من ده، فهو بيدل اشتياقها او تعطشها لفكره الزواج. البنت اللي هي الصغيره سايباها وكده في وش، مش البنت الصغيره هي اللي في وشها الحاجات ولا الام؟ البنت واخدها ابوها ومشي بيها وبيشيل الحاجات، هو ماشي كده يشيل الحاجات اللي حطها ويمشي. هو يعني للاسف الشديد ربما والله اعلم هيرفع عليها قضيه ان هي غير صالحه لتربيه البنت. فياخد البنت منها. يعني ممكن ان شاء الله باذن الله يعني رؤيه ان هي تتربى معانا يعني. هي موضحه جدا يعني، هي موضحه جدا. فاحنا عايزين يعني لو فيها فعلا عيب وفيها فعلا حاجات ظهرت عليها في اي حاجات من الرؤيه اللي انت بتحكيها لي دي حصلت، يحاول طبعا بالمعروف ان انتوا تاخدوها. لان في الاخر هي البنت معاكم مع الاب. ما احنا كان يعني هو حياتنا، هي البنت حياتنا يعني. تخيلي بعد 28 سنه يعني يخلف، حاجه صعبه. هي البنت طالما خطأ والمشابك اللي في وشها كلام من ده، فهو بيدل على اذى نفسي لتربيه البنت والاب ياخدها. يعني الحاجات اللي في النفسيه اللي في تربيه البنت هتتشال يعني. ما بعد ما الاب ياخدها، ما هو اذى النفسي يعني. انا بقول لحد انت ما انتش صالح ان الحد ده يقعد معاك، فانا هاخده منك، فمش راضي يعمل لي دوشه وكلام من ده عشان يكون ضغط عليه. فانا هلجا للمحكمه. فالمحكمه بتحرياتها بحاجات من دي، والله اعلم، ربنا يسترها يا رب العالمين ويصلح حالها يا رب العالمين. هتلاقي ان فعلا في شويه مشاكل. طب كويس، انا فرحانه قوي ان اتفسرت ان هي ممكن تبقى في حضن ابوها يعني. ان شاء الله، وبشرين هي تكون في حضن بامر الله، وادعوا لها ان ربنا يهدي لها حالها يا رب. اي والله بندعي، وربي عالم، انا يعني ربنا عالم انا بعمل ايه يعني. انت عارفه، هقول لك على حاجه يا ام احمد، يعني انا عندي ان هي تكون برضو مع جوزها لو في نصيب او كده، يعني افضل برضو يعني، فاهمه؟ فادعي لها بالهدى، يمكن تكون لحظه شيطان، فادعي لها ان ربنا يهديها ويرجع لها عقلها يا رب.
يا رب يصلح حالك حبيبة قلبي. يعني والحلم الأولاني في فرحة لبنتنا، يبقى احنا يعني عندنا فرحة وعندنا إن شاء الله بنت هتكون في حضن أبوها في يوم من الأيام. يعني بنت أختي دي إن شاء الله ربنا هتتجوز يعني إن شاء الله، وهتتصل بينا على الهواء وتقولي مبروك بنتي اتجوزت. يا رب يصلح حالك، ربنا يبارك لك. السلام عليكم والسامعين، مع ألف سلامة. مع ألف سلامة، مع السلامة. مع السلامة، ربنا يصلح حالكم ويفرحكم يا رب العالمين، ويفرح الجميع ويجعلها ايام مفترجه وايام طيبه، وكل حد نفسه في حاجه ربنا يديها له يا رب. وعشان كل واحد نفسه في حاجه ربنا يديها له، تعال نعمل دعوه ان احنا كلنا كل واحد يتمنى حاجه طيبه للتاني. يعني انا اتمنى اقول ان انا عايزه فلان الفلاني او فلانه الفلانيه كويسه وبخير يا رب، وتديها يا رب اللي هي عايزاه عشان الدعوه تترد لي، عشان في ملك بيقول لك ولك مثلها، وهو كمان يدعي لي، ولا حد ما يعرفنيش خالص في اخر الدنيا يدعي لي. فالحاجة الجميلة بتترد لصاحبها كما تدين تدان. فخلينا كلنا نحن نتمنى الخير والحب لبعضنا، وكل واحد يحاول يريح التاني بحاجة، اللي قادر يعمل حاجة طيبة للتاني يعملها له، اللي قادر يطبطب على التاني يطبطب، ربما أن تكون طبطبته دي تخفيفا على هم فيه أو كرب فيه أو حزن فيه، هنحاول. بالنسبة للناس كلها على الصفحة اللي هي زعلانة، طبعا أنا مش بفسر الأحلام وأن أنا مش بتواصل على الصفحة وكلام من ده، ربما والله لما أكون أنا في الظروف أشد من ظروفكم، فإن شاء الله بأمر الله هيكون في تواصل وهفسر لكم الاحلام بتاعتكم وهتكونوا مبسوطين. وان شاء الله طبعا ما تنسوش المواعيد بتاعتنا من الحد ليوم الخميس، خدنا من الحد للخميس الساعه 10 الصبح. طبعا دي كلها بناء على رغبات الناس وحبايبنا واصدقائنا مشاهدين قناه الصحه والجمال، اللي دايما بيقولوا المواعيد مش مناسبه لينا خالص. احنا غيرنا المواعيد حتى على الاجازات بتاعه المدارس، يعني تقومي من النوم براحتك فتتفرجي وان شاء الله تفسري احلامك معانا بامر الله. يبقى احنا عندنا غيرنا المواعيد بتاعتنا من الحد للخميس الساعه 10 الصبح، بكون متواجده معاكم بامر الله عز وجل. طبعا بجانب 17-44 بتضغطوا رقم 2 للتواصل المستمر على مدار اليوم، وان شاء الله بامر الله الناس اللي هي طالبه البث المباشر على صفحه قناه الصحه والجمال هرجعها لكم تاني ان شاء الله. وطبعا ما حدش يزعل ولا حد يتضايق ان احنا ممكن ما نكونش بنفسر احلام بصفه مستمره لضيق الوقت او لاي ظرف كان، فهنلتمس برضو الاعذار لبعضنا اكيد ان شاء الله. ما انتوا اكيد هتلتمسوا لي وانا بلتمس لكم، كلنا بنلتمس لبعضنا الاعذار عشان الدنيا تعدي والدنيا تكون حلوه بامر الله. هرجع اخد رساله من الرسائل بتاعتي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا حلمت ان انا متزوجه وزوجي كان شبه حد من الممثلين معروف جدا، ولكن هو في تمثيله طيب يعني في الواقع والله اعلم. طيب هاخد اتصال وبعدين هرجع لرسالتي. ام ايمن، سلام عليكم يا ام ايمن. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا بيك، نورتيني. الله يخليك ويجعلك مستوره يا رب. اللهم امين انا وانت يا رب العالمين. والله يا بنتي انا بنتي حلمت ان انا ان احنا عند الحرم وماسكه ايدي واحنا لابسين الابيض احنا الاثنين ما شاء الله، وخدتني فضلت تجري بيا لغايه اول صف عند الكعبه. وبعدين قعدت تدعي لابوها الله يرحمه وتدعي لاولادها. تمام. وفجأة لقت الكعبة عليت عن مكانها شبرين والكسوة بتاعتها مرمية لغاية الأرض كده حلوة ما شاء الله ما شاء الله. طيب بصي يا أمي حبيبتي، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا إن هي تشد إيدك وأنتوا لابسين أبيض فأبيض وتجري بيكي، فبيدل على البنت اللي بره بأمها. وبيدل على ان البنت اللي بتحاول ان هي تعمل اي حاجه في الفترات اللي جايه والفترات اللي احنا فيها، ان هي تحاول ان هي تساعد امها او تسند امها وتفرح امها. دي الشده بتاعت ايديكي. اما موضوع ان هي تدعي لوالدها المتوفى وتدعي لاولادها وكلام من ده، فهي محتاجه دعوه من الام. انا بدعي لها على طول والله، ماليش الا هي. ايوه صح كده، هي محتاجه دعوه الام. اما ان الكعبه تعلى شويه والكسوه بتاعتها تنزل على الارض، فبيدل على ستر البيت باكمله. بيتها هي، بيتك وبيتها، لان انتوا الاثنين عند الكعبه ستر البيت. الحمد لله. وبيدل على رفعه رايه المسلمين ان شاء الله يا رب ان شاء الله. طب في حاجه تاني، اتفضلي. الله يخليك، انا حلمت امبارح ان انا ماسكه زي بطه او وز حاجه زي كده رقبتها طويله. فانا بذبحها، قلت بدل ما اذبحها من عند اللغلوغ فبذبحها من عند دماغها من فوق. بس ده اللي انا شفته فاكراه. هو انت معاك عيال صبيان؟ معايا ولدين. عاملين ايه؟ حلوين الحمد لله. طيب بصي انك تمسكي الرقبه بتاعتها، اتذبحتيها من رقبتها؟ من فوق من عند اخر الراس كده. طيب معاكي واحد من الصبيان محتاج يتعامل بعقلانيه اكتر شويه. يتعامل بايه؟ بعقلانيه، بعقل شويه، يعني يتعامل بحكمه شويه. يعني ايه؟ يعني ما يكونش غير، يعني يكون غير التاني في المعامله. واحد لان نفسيته بتتعب بسرعه. ايوه صح. فمحتاج يتعامل بحته حساسيه شويه. أيوة. ودايما تحسسيه بكيانه وبنفسه، رغم أيوة. ان هو عنده شويه اخطاء، لكن هو مش بيحب حد يعدل عليه خاصه في الوقت اللي هو فيه.
ايوه الظرف اللي هو فيه حاليا. فهو ده محتاج لايه؟ حكمه وطبطبه وراحه ما بعدها، راحه الفتره دي عشان يهيئ نفسه للمرحله الجديده الجايه اللي هو بيفكر فيها. الله يخليك، فربنا يستر لك حاله يا ام يارا. طب في حاجه تاني. اتفضلي يا حبيبتي. حلمت ان دماغي من الناحيه اليمين قمت لقيتها متعوره، بحسس كده عليها لقيتها متعوره. الناحيه اليمين هو بيدل على الراجل، على الزوج، او بيدل على الولد، او بيدل على السند للام. لو هم عيالك هم استند ليك الصبيان، ربنا يخليهم لك يا رب العالمين، او زوجك سايب لك معاش، ففي حاجه منهم هتقلقك وتزعلك. من العيال يعني؟ من العيال او من الفلوس اللي بتبقى موجوده اللي هي جايه من يمه الراجل، من اتجاه الراجل. ففي حاجه هتزعلك، فالامر برضه محتاج منك لتدبر في الامور. يعني انا ساعد حد فيهم؟ مش ساعدي انت، في حاجه هتزعلك منهم. فمحتاجه حاجه من الاثنين، يا تكوني عامله نفسك ان انت مش واخده بالك علشان انت عارفه ان ده مش الطبع بتاعهم اصلا. يا اما ان انت تراعي الظروف بتاعتهم. ما انا مراياهم والله من غير حاجه. فحته المال يعني، انت لو في مال متوفر معاكي برضو ممكن تساعدي بيه، لو انت في حاجه معاكي تساعدي بيها ساعدي بيها. انا مساعدهم كله. طب الحمد لله. انا بتكلم على الرجاله مش على ولادك الصبيان. الولد والبنت والله. لا انا بتكلم على الصبيان. طب في حاجه تاني. قول اتفضل. انا كنت نايمه وبعدين ايه حاجه قالت لي قومي، ايه الكرسي وقعت منك. تمام. فانا بقوم بدور كده، قمت من السرير وقمت بدور وماسكه صدري كده وبشوف، قلت ده انا مش لابسه ايه الكرسي. فببص كده لغايه حطيت ايدي في الارض ما لقيتش حاجه، وبعدين ببص كده في السقف لقيت في حاجه طالعه 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 لغايه السقف وانا شايفاها بعينيا والله. تمام تمام. اللي هي اللي هي كانت ايه الكرسي، السلسله مثلا اللي كانت في صدرك؟ هو قالوا لي ايه ان ايه الكرسي وقعت من صدرك. انا طيب. مش لابسه ايه الكرسي. فببص كده ولما فوقت لنفسي قلت الله ده انا مش لابسه ايه الكرسي ولا حاجه. فببص كده وانا قاعده في السرير لقيت حاجه بتطلع كده لغايه السقف. خلاص ما هي اصل الامر واضح، هو حسد. حسد. أيوة حسد. في عندك حسد في حياتك. في ولادي. ما هي حياتك هي ولادك. هو في عندك حسد، وان طالما ايه الكرسي قدامك فاقريها بالفعل. ما انا فعلا بقراها بعد كل صلاه. ايوه ما شاء الله. وريها على عيالك وهم نايمين كده على دماغهم كده، ومشيها على دماغهم، لان انت شفتيها في السقف بتاع البيت بتاعك. فضلت تطلع لغايه السقف والله. فمعناتها ان انت الخيمه، انت الخيمه المحوطه على عيالك، فانت لازم ان انت تحطي ايديك كده على عيالك وتقري لهم كده وبراحه وتطبطب عليهم وتاخدهم في حضنك عن الاول. ايوه ايوه. وربنا يهديهم لك يا رب العالمين يا امي يا رب. يا رب يا رب يا ام ايمن. شكرا لك يا حبيبي. ربنا يسعدك يا رب. يا رب انا وانت سامعين يا رب العالمين. الله يبارك لك يا رب. شكرا لك يا ام ايمن. شكرا. ربنا يصلح لك حالك وحال اولادك يا رب العالمين. هي عامه ايه الكرسي مطلوبه كلنا نحن نقراها، عشان ما فيش حد خالي من اي ابتلاء، كلنا مبتليين. موضوع اللي هو الحسد او المس او السحر او الحاجات دي كلها، ما احنا متعرضين ل 24 ساعه. ممكن يكون حد قريب لحد قوي وبيحبه قوي وبيعزه قوي وهو يحسده. ممكن ممكن، لكن بيكون غصب عنه مش بايديه طبعا. احنا عامه الانسان اللي هو بيحسد احنا ممكن ناخد بالنا منه في شويه حركات صغننه كده قدامنا. لما حد يكون بيكلم حد قوي وتلاقيه بيسرح في وشه، عينه ثبتت ما بيحركهاش وبيتكلم، دي طبعا بتحصل معانا 24 ساعه مع بعض الاشخاص. اعرفوا ان في التباس من الجن على عينه، فهو غصب عنه حصل له عمليه ايه، شلل مؤقت لحركه العين، فان هو بدا الجن ان هو يستشعر اللي هو الشعاع بتاعه للحسد. فاحنا عايزين نخلي بالنا ان احنا نستعذ بالله من الشيطان الرجيم جوانا ونفوقه، ان احنا نقول له طب صلي على النبي، طب اذكر الله، طب قول لا اله الا الله، بس بشكل كويس يعني في الموضوع انت بتتكلم فيه، مش تقول له ايه انت باصص لي كده ليه مش عارفه ايه، لا 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 لا. اعرف ان هو غصب عنه، ان هو انسان اصاب بمرض، مرض ما، فالانسان ده محتاج للعلاج. العلاج ان هو على طول تذكره بالله، على طول قول له استغفر العظيم كده، لا اله الا الله، ده انا شفت فلان الفلاني فقلت لا اله الا الله، اتكلم في اي موضوع خليه يذكر ساعتها الله، علشان ربما والله اعلم يصاب، انت تكون بتصاب بالحسد منه وهو ما ياخدش باله وانت ما تاخدش بالك انت كمان. فهو امر سهل جدا ومبسط ومبسط، وعن تجارب كتيره جدا انا شفتها قدام عيني يعني، فعشان كده بحكي لكم على الواقعه. هاخد رساله بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. حلمت من 20 سنة ان ابني له لحية طويلة وكان ساعتها طفل، استغربت وفضلت ازعق واقول احلقها انت لسه صغير، وظهرت اختي وحلقتها له لكن لسه في شعر كتير جدا. والله اعلم هو بيدل طبعا. في ناس بتقول ان لما في بعض الاحلام او بعض رؤى الناس لما تشوف طفل صغير طالع له شنب او طالع له دقن او اي حاجة من ديات هو صغير، فبيقولوا ان هو موت او ان هو الطفل ده يموت. بالعكس خالص، ان هو يطلع له لحيه وكلام ده، فهو بيدل والله اعلم على الطفل اللي سابق سنه.
بمعنى ان هو ممكن يكون بيشتغل 10 سنين، بيشتغل 9 سنين، بيشتغل وبيشتغل بياخد يوميه، فبيروح اليوميه دي تصرف على بيته. في كتير جدا، محدش يقول هو في عيال بتعمل كده، في كتير جدا 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 ما شاء الله عليهم اطفال، ربنا يبارك في عمرهم يا رب العالمين ويهديهم لاهاليهم يا رب. مش عيب ان احنا نعود عيالنا على المسؤوليه، وان احنا نعودهم على ان في حياه فيها صعوبات، مش كل حاجه هات يا ماما خدي، هات يا بابا خد، بلاش السهوله في المواضيع. طيب ان هو على الصفحه، على الصفحه بتاعه البرنامج يعني. طيب في سؤال جه على صفحه البرنامج دلوقتي، الاستاذ محمد بيقوله لي، بيقول ان في ناس بتقول ان هي مش بتحلم خالص، ولما بيحلم ما بيفتكرش. مفيش حد اسمه ما بيحلمش، احنا كلنا بنحلم. اللي ما بيحلمش ده بيبقى الانسان اللي هو مختل عقليا، او الانسان اللي بيكون انا بسميهم طيبين، يعني الناس الطيبه دول الناس اللي ما بتحلمش. ليه؟ لان سبحان الله التنفيس بتاع العقل بتاعها بيبقى طول النهار، يتكلموا ويهبلوا ويشتموا ويزعقوا ويلخبطوا. فاحنا بنقول عليهم الناس دي يعني ربنا يا رب العالمين يا. طب هاخد ام طلاب وارجع تاني للموضوع بتاعي. ام طلاب السلام عليكم. وعليكم السلام. انا في الاول بشكر حضرتك على سعه صدرك قوي ودعت لك في قيام الليل والله. الله يبارك في عمرك يا رب العالمين، ما تحرمش منك يا رب. الله يخليك. كان عندي حلمين بس اول حلم هو مخوفني شويه. قولي يا حبيبتي. وانا انسه وحلمت ان حصل لي فض في غشاء البقره ونزل دم. تمام. فهو لو تفسيره مش حلو بلاش يعني. طيب ده اول حلم، قولي الثاني. هو كان في شخص في الحلم بس هو ما حصلش بينا حاجه يعني، تكمله الحلم. طيب. هو مش باين لي شكله يعني بس هو ما حصلش بينا حاجه. طيب. فض غشاء البقرة في الحلم ونزل منك حاجة وأزعجتك، فهو بيدل على أمر كان ملتبس عليكي وما انتش واخدة بالك منه، فانت تعرفي الحقيقة بتاعته هتكون حقيقة مرة شوية. فهتنزعج جدا ويكون عندك حالة توتر وحالة قلق وكلام من ده، فهتقولي يا نهار أبيض ده الأمر ده كان كده وانا مش واخدة بالي منه، فهترجعي تعيدي ترتيباتك مرة أخرى لحياتك بأكملها. يعني هو الحلم مش الأمر ده مش كويس يعني؟ بس ما لهوش دعوه بالموضوع، لا ده هو خاص بحياتك باكملها. يعني مثلا انا يعني مثلا انا مثلا يعني انا كنت مرتاحه لحد، والحد ده متقدم لي واحنا الاثنين متقدمين لبعض، اكتشفت ان هو شخصيه ثانيه خالص. فدي ازعجني. ليه؟ لان كنت بانيه كل احلامي عليه. انا بكلمك اللي هو الكلام العادي اللي بيحصل لنا كلنا، تمام؟ فهو ده. طيب أما طلاب في هنخرج بس عشان خاطر الاذان، احنا كده هنختم الحلقه بتاعتنا خلاص، احنا خلصنا على خير الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله بامر الله اكمل لك بكره، اللي انا هخرج دلوقتي بسرعه من الحلقه عشان الاذان هيأذن. شكرا لكل الناس اتواصلت معايا، استنوني من الحد للخميس في نفس الميعاد، وشكرا لتواصلكم الدائم المستمر مع بعضنا. ان شاء الله في نهايه حلقتي استودعكم في حفظ الله وامن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.